بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه السواليف هنا قبل شوي، واو جلد يا فيصل، طبعا لا تعليق أكيد. يلا بسم الله ونشوف فيصل. يلا التسلا 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 هي العنوان حاليا. يا الله يا الله على كمية المفادات يا لطيف. أعوذ بالله. من شكله مش ذا، شايفين اللي أشوفه بيلعب برق، يشيل ساحل الكهرب، كمية مضادات. يا الله يا الله يا الله يا الله، إيش هذا؟ شيء غير طبيعي. الآن ممكن 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 يلعن شكله، وش هذا؟ ميني بيكا، تنين نار، سحر كهرب، كميات مضادات للبيكا، مضادات للمنطاد، يقرف الناس بالبرك هذا الخصم، يقرف عيشة العالم بتنين النار فرحان فيهم، وبعدين يضرب برق على ساحر كهرب الخصوم إذا كان إذا الخصم يلعب ساحر كهرب. حتى شوف كيف، شوف الرعب الآن، الرعب القادم. يلا حلوين، العب بس هذا بعيد، حلوين حلوين عادي، بس التسلا ليش بعيد؟ شوف 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 الكلب، شوف الكلب، شوف الكلب من جد يلعب شكله، ايش ذا؟ ايش هاللعبة ذي؟ شل ام اللعبة المرض. شوف كيف ما هي راضية تموت هذه، لانه اسهم فيصل ليفل 12 وهذا ليفل 14، رامتهم في القاعات، فشيء غير طبيعي والله. كفو 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 كفو، ممكن الخصم يضرب برق. حلو 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 حلو، عادي 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 عادي، تقدر انت تلعب ساحر كهرب الان، حط لك اي شيء. يلعن اصلهم، مش ذا، شو الخصوم ذولا؟ طبعا تضحيك تخلي، لا راح يقتلي الخصم بتوتر، وهذا شيء استراتيجي نفسي. فا اوكي حلوين، تسلا الان ايوه تكفيل، خله خله فرحان بهذه الحركه. الله عليك،
الله عليك، ممكن الآن تهجم، تهجم يا ولد، عطنا هجمة. أيوة الله عليك، والله كفو، والله كفو، والله كفو، والله كفو يا فيصل، والله كفو يا بكي. يا سلام عليك، يا سلام عليك، والله كفو كبير. فنان فنان شكلهم، يلعن شكلهم. ايش ذا، ايش ذا يا ولد، اعوذ بالله. الله عليك، الله عليك، الله عليك، الله عليك، الله عليك يا فيصل، الله عليك يا فيصل، الله عليك. واو 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 واو، عندي مشكلة بالكتابة أصلا، يعني من ال والله روعة. كفو والله، والله من جد كفو يا رهيب، يا فنان، يا بطل، أسطورة أسطورة أسطورة، والله العظيم أسطورة. فأتمنى تكون عجبتكم هذه المباراة، مباراة خرافية خرافية من جد. خصم كان عنده التنين النار وسحر الكهرب ويقرفك بالبرق وميني بيكا وأنواع المضادات، يقرف الناس بالرعب اللي قاعد يسويه. روعة 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 فعلا روعة. وبرق لا ننسى البرق مع الخصم، رائعة هذه المباراة. توقيتك بالأخير يعني خليته، يعني هو توتر بالأخير مع التسلا، لازم كان يلعب عليها برق، بعدين أنت لعبت ساحل الكهرب، لكن أيضا كان موضوع الميني بيكا مع خلف تنانين النار، فأيضا كان موضوع مرعب يعني. حتى وأنت تلعب رائعة، مباراة رائعة، مباراة خرافية. أحسنت أحسنت يا فيصل، إلى اللقاء والسلام عليكم.